للوقوف عند التقرير الأمريكي الذي كشف عن تغلغل الميليشيات الموالية لإيران في الأجهزة الأمنية في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. أستاذ بهاء، مرحبا بكم. الكونغرس الأمريكي يعني استفاق على دعوات بوقف التمويل عن الأجهزة الأمنية الحكومية في العراق بعد تقرير كشف تغلغل هذه الميليشيات الموالية لإيران في الأجهزة الأمنية الحكومية. بداية، كيف يمكن فهم هذا التقرير والتوقيت؟ السلام عليكم، تحية حضرتك وإلى المتابعين. هذا التقرير صدر يوم أمس، أعتقد هو تقرير متأخر، لكن توقيته يأتي مع المشاكل الحاصلة الآن في العراق حول موضوع التشكيلات والتحالفات واحتمالية الصراع الشيعي الشيعي. البنتاغون يحاول الآن قطع الطريق عن الوصول وصول الإمدادات كسلاح أو كأموال إلى الميليشيات لمنع تأجيج هذا الصراع اللي ممكن أن يحدث. الإدارة الأمريكية تعلم أنه منذ مدة طويلة بأنه ميليشيات وخصوصا بدر تم دمجها من 2003 مع القوات الأمنية، وهذا التقرير الآن اللي صدر متأخر جدا بصراحة، كان مفروض من زمان يعني. طيب، التقرير صدر متأخرا، التقرير يكشف عن علاقة القوات الأمنية في العراق بالمدعومة من الولايات المتحدة بالميليشيات الموالية لإيران. طيب، هذا فهمناه أستاذ بهاء، ولكن ما أهمية هذا التقرير في هذا التوقيت؟ هو هذا التوقيت، شوف، هذه ليست الدعوة الأولى. إدارة ترامب حاولت سابقا أنه ترفع الدعم عن الشرطة الاتحادية ووزارة الداخلية بالتحديد بسبب سيطرة ميليشيات بدر على هذه الوزارة وعلى هذه التشكيلات الأمنية، لكن الحرب على تنظيم داعش منعت رفع الدعم، وبنفس الوقت البنتاغون نفسه منع إدارة ترامب من رفع الدعم حتى تتمكن القوات الأمنية من الحصول على دعم يمكنها من الحرب ضد داعش. لكن الآن وبعد يعني تقريبا انجلاء خطر داعش، الآن أصبح من الضروري سحب التمويل أو تصفية وزارة الداخلية من هذه الميليشيات. أستاذ بهاء، الولايات المتحدة تعلم بنفوذ إيران في الأجهزة الحكومية خاصة الأمنية وهي معروفة للجميع، ولكن على الرغم من ذلك ظلت الولايات المتحدة تدعم القوات الأمنية، ما تفسيركم لذلك؟ القوات الأمنية محتاجة إلى الدعم، هذا أمر تعلمه الإدارة الأمريكية، ومن عام 2011 ما بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق أو القوات القتالية من 2011 لما انسحبت من العراق، كان يجب أن تترك بديل لها في العراق. لذلك هي لا تستطيع رفع الدعم عن القوات الأمنية، هي كأنما مجبرة كانت تمول القوات الأمنية رغم علمها بأنه هذه القوات هي مخترقة وترتكب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان وغيرها، وارتباطاتها ارتباطات ميليشيات بدر الخارجية في إيران وبالحرس الثوري الإيراني، وقسم كبير من الأسلحة كان يروح، لكن هي كانت مجبورة لأنه ماكو طريقة لفرز الميليشيات عن عناصر وزارة الداخلية في ذلك الوقت. أستاذ بهاء، تقرير البنتاغون يعني بشكل واضح وصريح يطالب بقطع الأموال الأمريكية عن وزارة الداخلية في العراق، هذه المطالبات هل تعتقد أنها تأتي وفق خطة لتجفيف منابع التمويل عن إيران؟ تعتقد ذلك أستاذ بهاء؟ لا بصراحة ما أعتقد، لأنه إحنا الآن بوادر الاتفاق النووي أصبحت يعني في نهايتها، يعني ممكن بأي جولة من الجولات القادمة أنه يعلن عن الاتفاق النووي، وبالتالي سيتم رفع العقوبات عن إيران ولن تحتاج للأموال اللي ترسلها الإدارة الأمريكية للقوات الأمن العراقية حتى تمولها، سيكون لإيران في ذلك الوقت الأموال الكافية أنه تمول ميليشياتها في العراق وتحاول أنه تخلخل الوضع الأمني داخل العراق بأي طريقة كانت. لذلك هي أساسا هذه الدعوة الآن وهذا التقرير الآن مثل ما قلت لك من البداية هو متأخر جدا، يعني هي الاتفاق النووي على وشك الحصول، وبالتالي إيران سترفع عنها العقوبات، فما الداعي من رفع يعني الدعم الآن عن القوات الأمنية؟ بالعكس، لو رفعت القوات الدعم عن القوات الأمنية الآن بالتحديد راح تقوي الميليشيات على باقي الميليشيات، يعني ليس فقط بدر، باقي الميليشيات راح تقويها على قوات الأمن العراقية، فيما لو حاولت الحكومة القادمة أنه تحاول أنه تطهر وزارة الداخلية من عناصر هذه الميليشيا.
إيقاف الدعم عن القوات الأمنية، هل تعتقد أن طهران ستتأثر، خاصة أنها تمر بعقوبات اقتصادية من دول العالم كافة تقريبا؟ يعني هي ممكن أن تتأثر، لكن ليس بدرجة كبيرة، لأنه إيران الآن أصبحت لديها أكثر من منفذ لسحب الأموال من العراق ولاستنزاف الاقتصاد العراقي. يعني عندها المنافذ الحدودية، عندها تهريب المخدرات، عندها تهريب السلاح، عندها يعني سماسرة العملة، يعني كثير من الأموال، عفوا، من الطرق اللي تقدر من خلالها تسحب الأموال من العراق. موضوع الدعم اللي تاخذه من الوزارات هو ايضا يفيدها، لكن ليس الكل. يعني هو اكو جهه قطعه راح يقطع بعض التمويل، لكن ليس الكل. لانه يعني ايران تغلغلت بطريقه كبيره جدا داخل المؤسسات الاقتصاديه، الماليه، التجاريه، المنافذ الحدوديه، يعني في كل شيء تقريبا تمكنت من التغلغل. وعلى مرأى ومسمع الإدارة الأمريكية على مختلف إداراتها المتعاقبة من 2003 ولحد الآن، وبالتالي هي خطوة متأخرة. يعني هذا الدعوات هذه أنا ما أشوف فيها أي قيمة، لأنه تقريبا تمكنت إيران من العراق بصورة وبمساعدة الإدارة الأمريكية، طالما أنه هي كانت تعلم أن هذا سيحصل، وبالتالي سكوتها أيضا جعل من هذه الميليشيات تتغلغل في كل مفاصل الدولة، وأجبرت الإدارة الأمريكية على تمويل الوزارات الأمنية، وبالتالي هذا الدعم قام يروح إلى الميليشيات. يعني هي أساسا من البداية كان المفروض من الإدارة الأمريكية أن تعرف بأن حل الجيش العراقي السابق والقوات الأمنية سيضع العراق لقمة سائغة في وجه التدخل الإيراني، وللأسف هذا ما حصل. عبر سكاي من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، شكرا جزيلا لكم.